عندي مو موضوع أقوله، وعندي مية سالفة عبي وما لطب لا طبيبي عالجة ولا عارف. عندي مو موضوع أقوله، وعندي مية سالفة عبي وما لطب لا طبيبي عالجة ولا عارف. عيبي تدرون الصراحة، ومنها يا ما ناس عاشت خايفة، هم بعد شي باقي ضمه، وهم بعد من خاف كلمة الزالفة، جشف المستور كله وصارت الأطفال تبصر شايفة، وبين حين وحين تسأل بابا بابا ليش نخل أهلك حرامي حايفة، وبابا بابا شو نخل جيراننا ما حد يبوق مدلي ثمرة وهلا كل قلوبهم متوالفة. ابني يسأل وأنا ساكت، قال لي شو ساكت يا بابا، ابني يسأل وأنا ساكت، قال لي شو ساكت يا بابا، خاف كلمات على قلبك ناشفة. قلت له لا يا وليدي حكيك عسل كله، لكن أنا العمر خلصت بمذلة، وهاي جيرانك اليمك علي تنظر آسفة. تدري ليه يا وليدي ما نكسر الخاطر؟ لأن شربناها مضغة ونامت بهمها الضماير. وبعد يا وليدي بدي أقول لك، هاي جيرانك اليمك إيد بيد حزام واحد سافة، لكن احنا هتشوف الحال يا ابني، اثنين ما تلقى على راي واحد يزد على الاخر بالمحاكي الجايفة. وعلى هاي الحال كنا رحمة ما بقلوبنا ونرحم بعضنا، ونبقى نلبس بس دشاديش وشفافي البيض بابا، بس تحتها قلوب سود مشتتة ومتخالفة، بس تحتها قلوب سود مشتتة ومتخالفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.